أخيرا صديقي زينو، أتمنى منك أن تقوم بردة فعلك وبتعليقك على هذين الفيديوهين التاريخيين لنادي الرجاء أمام نادي البايرن وتغني جماهير الألمان بنادي الرجاء، مع خالص التحيات والتماني من عند الصديق عبد الرحمن من مدينة مكناس، تحية المكناس، يعني في مكناس كان رجويين خوتي. المهم عبد الرحمن، راح نقوم بتلبية طلبك، يعني ترجاني وقلب لي هذا الفيديو، واحد من أجمل الفيديوهين ممكن أنك تشوفهم لجماهير البايرن ميونخ تتغنى بجماهير الرجاء البيضاوي، مع العلم أن الرجاء لعب كأس العالم للأندية على حسب ما أعتقد أنها في هذه المناسبة. دونك يلا نشوفوا هذا الفيديو اللي بعثوا لي. فوالا فيليسيتي لو كلوب فيناليست دو لا كوب دو موند، يعني كأس العالم للأندية، وتشوف جماهير البايرن دايرة جسر وجماهير الرجاء ولاعبين الرجاء يمروا، لاعبين البايرن يمروا في وسطهم لاعبين الرجاء. الفريق الوصيف محسن متولي يا صديقي، العودة إلى الرجاء هذا الموسم إن شاء الله، إن شاء الله يفوت موسم جميل في كرة القدم. شوف طبيعة الحال تصيب قاع الأسماء، يعني تصيب أسماء عالمية، أسماء مشهورة على غرار مانويل نوير، ألابا، يعني ال او ماي جاد، البا ولا الابا؟ الابا الابا البا تاع البارسا. يعني عندي مده طويله ما ذكرش اسماء لاعبي البايرن، باسكو انا في الفيفا نلعب يوفنتوس ولا نلعب مانشستر يونايتد. دونك هلا من الجماهير، اذا تمر امام نجوم الله 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 الله، يقود محسن متولي الرجاء البيضاوي، نادي الرجاء، يعني دافيد لويس، الكانتارا، أمنا اللعب، ماريو غوتسي، يعني أسماء كبيرة جدا، وشرف كبير أنك تمر معهم، وشرف كبير أنك تكون قد أتعبتهم في المباراة وتكون لعبت معهم مباراة كبيرة وأديت أدائك ولعبت كرة قدم نظيفة وجماهيرك أعطتهم يعني دروس في التشجيع. صافي بليزير والله. شو داويد لويز يسخر من مع أحد اللاعبين الرجويين، يعني يلعب معه، ما عليهم أنه رياضة كرة قدم. أنا يعني وظيفة طيران الإمارات حاضرين في التتويج. هذا الكأس وهذا النهائي كان في وقت جوزيف بلاتر، يعني جوزيف بلاتر الرئيس السابق للفيفا على حسب ما أعتقد. الفريق الوحيد في العالم العربي الذي لعب المونديال مرتين، الفريق العربي الوحيد الذي يطفو على ساحة. شوف 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 جماهير البايرن ميونخ وفية لفريقها، وشوف يعني حضورها في الملعب بالعلامات، بالاعلام بليتو، بنفس الشعارات. الكرة العربية في دور نهائي قد لا يتكرر ابدا، دور نهائي لا يتكرر ابدا، يعني الفريق الوحيد اللي تأهل مرتين للنهائي تاع كأس العالم للأندية، والفريق يعني اللي صراحة واو. شوف جماهير جماهير مختلطة، يعني على حسب ما أعتقد أنا جماهير مختلطة. رجوين مع البايرن. يعني صراحة صور تبقى للتاريخ. شوف شوف على حسب ما أعتقد من هذه الجهة الألمان، يعني بالإعلام تاع البايرن نيكسيتي غاب خلطين مع المغاربة، يعني اللي جاو يشجعوا الرحمن. ارسل لي فيديو ثاني لجماهير الرجاء، يعني تتغنى على ايقاعات الرجاء على حسب ما اعتقد كانت في نفس المناسبه، وهي مناسبه النهائي الكاس لكاس العالم للانديه، وان جات الرجاء جرد بايرن ميونخ مع الجماهير تاعو الى المغرب من اجل لعب هذا النهائي. شوف اوه يعني كي تسمع ايقاعات كيما هذا وتكون جنسيتك مانيش عارف منين، تكون من الموزمبيق وتنوض تشطح وتضحك معهم صراحه. فريمون صور رائعه، صور للتاريخ صراحه. وزيد يعني كي شغل تصيب الالمان عندهم واحد الناس يعني الواعيين تاع الكور، يعني تاع راح نقولوا لي زيترونجي، الالمان خاصه باسكو عندهم ثقافه كبيره وعندهم يعني مستوى تاع الاحترام والتربيه كبير، يعني تحسهم باللي يحترموك، يحترموا العقيده تاعك، يحترموا الدين تاعك، وصراحة يعني ناس تسيبهم نوايا، عندهم نية، يعني نية صافية. شوف يشطح نورمال عادي، والله العظيم يعني أنا حصل لي الشرف، حصل لي الشرف وصلت ألمانيا. نقول لكم واحد الحاجة، يعني واحد الأمور تشوفوهم في فرنسا كي تروحوا لألمانيا ما تشوفوهمش. بار اكزومبل يعني في المانيا تحس روحك انت كانك مواطن الماني. انا نحكي على الجهه اللي رحت لها انا وفي الوقت اللي رحت له انا،
عاملوني بواحد المعامله اقسم بالله العظيم، هذيك المعامله ما شفتهاش كاع في باري، يعني في فرنسا خاصه في باري. يعني باري تشوف الناس ستريسيا، تصيب واحد راسيزم، تحس بواحد الامور سافا با دي تخيك شالو. صراحه سيف نزيد نقولها لكم، يعني من المسيره تاعي في اليوتيوب كامله، من لي فيديو اللي بعثتهم لي كاملين، من الامور اللي عرفتهم بفضلكم انتوما، عرفت حاجه، عرفت بلي الانسان المغربي هو انسان طيب، الانسان المغربي هو انسان مضيف، الانسان المغربي هو انسان يعني محب لي هكا، يشوف يتلاقى بالناس، يعرف ناس اكسيتيرا، يعني متفتح، وهذا الشيء ايجابي بزاف للبلد من الناحيه السياحيه. يعني لازم على الانسان يكون هكا الاسبري تاعو، اسبري اوفير، ميم سي يكون عنده مشكل في الدار كيخرج يصيب ناس دي زيترونجي، يتبدل معاهم، يضحك معاهم، يحسهم بالامان، يحسهم بالامان، وهذا شيء يعني يخدم السياحه في البلاد هذه. ونتمنوا ان نصيبوا الناس كاملين هكا في كامل الدول العربيه، باش تكون يعني الامن والسلام، والناس يجوا، ممكن حتى حنايا نحوا لنا الفيزا كي نبغوا نروحوا. صراحه هذا الفيديو من اروع الفيديوهات، يعني ظاهرة هكا أجنبية تشجع وتغنى يعني بأغاني الفريق الخصم تاعها، روح رياضية كبيرة وإسبري عالي، مونطاليتي واعرة بزاف، مونطاليتي هذا الإسبري هذا لازم يكون عندنا حنا كاملين كمسلمين، باسكو هذا هو الدين تاعنا الإسلامي، دين تعايش، دين محبة وإخاء، دين يعني تسامح، ودين حب وكرامة واستضافة. يعني صراحة الحمد لله على الصور، وشكرا الأخ عبد الرحمن، يعني صراحة رسائلكم لا توصلني والله العلي العظيم، كل يوم ديكوفري منها. راني نقرأ، أنا كملت يعني القراية تاعي، جبت الباك وراني نقرأ في الجامعة، ماني نقرأ قراية واحدة أخرى بكم أنتوما، بفضلكم أنتوما ومعاكم أنتوما، يا خوتي يا خواتاتي يا أحبابي يا حبيباتي. ميرسي بوكو على كاع الرسائل تاعكم، ميرسي بوكو على كاع الميساج تاعكم، على تعليقاتكم، على مشاركاتكم في قناتي ولا في الفيسبوك تاعي ولا في الانستغرام تاعي، ميرسي بوكو ليكم. وخاوتي نطلب منكم تروحوا الانستغرام تاعي تشتركوا، وتروحوا لاباج فيسبوك تاعي، باسكو راح نلونسو سلسله حق تخسر الحلقه 2 راهي جايه اخواتي، روحوا كاملين علقوا لي فيها، باسكو دوك ندير ستاتيو هذاك، دوك نكتبوا في لاباج فيسبوك، باش غدوه ان شاء الله هذا الوقت نديروا فيديو تاع تضحك تخسر دين خاوتي، سواء بدي فيديو ولا بدي فوتو ما يهمش، ترول ولا سلسله تضحك تخسر، المهم انا نسميها تضحك تخسر، غير نضحك يروح لي قلب، هذاك هو الشيء يعني الكونسيبت البرانسيبال. تهلاو في روحكم خاوتي خواتاتي، نبغيكم بزاف، وديروني في بالكم، بارطاجيو لي فيديو تاعي، ديروا لايك، ونلتقي في الفيديو القادم، تحيه لكاع لي بوزينا وماشطي من الشمال الجنوب ومن الغرب للشرق، من الوهران للقويره، من طنجه حتى تلمسان ولا حتى العنابه، سلام عليكم.